جديد. في طفل بالمغرب قتل أمه بسبب تعامله مع الألعاب الإلكترونية وتحديداً العنيفة. طفل آخر تحول الموضوع عنده لهوس وإدمان وصار يطالب بأموال من أهله بالبطاقات البنكية ليمشي ويلعب أكثر، وتحول الموضوع عنده لاحتيال من بعض الأشخاص. الألعاب الإلكترونية انتشارها كالنار في الهشيم حالياً، وخاصة عند فئة الأطفال والشباب والمراهقين. أضرارها وقد يكون لها فوائد، رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم بفقرة التربية بلس مع أخصائية التربية سلام عاشور. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. تمام الحمد لله، نورتينا لليوم. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك. طيب إحنا قبل ما نحكي أكثر بتفاصيل أكثر، خلينا نشوف الفيديو وبنرجع. تمام. رجعنا لكم بعد ما شفنا هالفيديو. أنا اللي عم بشوفه يعني سلام وأحمد، كل المشاهد فيها عنف قتل، يعني ليش نعم. كمية هالعنف هالقد بالألعاب الإلكترونية هاي؟ يعني صراحة عم بتطلع عليه ماسك راسه وحاطه بالفير بليس مسدسات دم، يعني مشاهد ولأطفال يعني بحس كتير صعبة وممكن أنها تكون عنيفة. نحكي عن هذا الموضوع مثلا عن الألعاب الإلكترونية، نحكي من الناحية السلبية بداية. تمام. هلا الألعاب الإلكترونية هي صارت هوس عند الأطفال حاليا. كان زمان الألعاب مختلفة عن هلا، الألعاب كانت زمان تشاركية أكثر، فيها نشاطات أكثر، تكون حركية أكثر. هلا اسمة العصر اللي هي التكنولوجيا. صحيح. يعني بغض النظر عن التعليم اللي صار إلكتروني والألعاب الإلكترونية، فهي سمة العصر الحاضر. هلا أي شيء كأي أداة تكنولوجية هي لها أمور سلبية وأمور إيجابية، إذا تعاملنا معها بطريقة صح هي بناخذ فيها الأمور الإيجابية الكويسة اللي احنا بدنا إياها، اللي بتطور من شخصية الطفل أو حتى الكبار. وإذا ما تعاملنا معها بطريقة صح وما اتبعنا القواعد الصحية التربوية مع الصح يعني مع الأطفال، فهذا الإشي بيعكس عليهم سلبيا. هلا من الأمور السلبية اللي بتسببها الألعاب الإلكترونية مثل ما شفنا الفيديو، إنه أكثرها مشاهد عنف، أكثرها بتعلم السلوك العدواني للطفل اللي هي أبرز المشكلات النفسية أكثر، اللي بتعلمهم كمان عزلة اجتماعية أكثر، بطل الطفل يميل أكثر للمشاركات، صار بده ينعزل بفترات طويلة لحاله. أحيانا كثرة الجلوس أمام العالم الافتراضي حتى إلنا الكبار، حتى الألعاب الموبايل، حتى الألعاب الإلكترونية للأطفال بتخلق هناك لما بيرجع العالم الواقعي، هذا الفاصل بين العالم الافتراضي والواقعي هو الإشي اللي عم بيسبب لنا التوتر والعنف والسلوك العدواني، وبيزيد من العزلة طبعا. نعم، بيزيد من العزلة الاجتماعية لأنه أغلب وقته هو بيقضي ساعات طويلة لحاله يعني، فهذا الإشي أكيد مشكلات صحية نفسية اجتماعية. من الأمور الصحية كمان اللي كتير مهم ضروري نسلط الضوء عليها اللي هي مشكلات الآلام المفاصل والرقبة والعيون، الكسل والسمنة اللي بيعاني صار منها الأطفال. فعلا أوقات أحمد كتير بننسى حالنا وإحنا قاعدين على الأجهزة الإلكترونية. صحيح. نقول وفعلا كتير عم بلاقي من صحباتي أو الناس اللي بعرفهم ديسك وبعمر كتير قليل. نعم. ديسك رقبة، ديسك يعني كتير أشياء يعني صارت عم تأذي. نعم. الديسك فعلا هو من أحد أمراض العصر حاليا، بتوقع مش بتوقع أكيد هاي الأشياء من أسبابها، وحيصير بعمر صغار كمان يعني لسه أصغر وأصغر بسبب. بدي أحكي شغلة بس بحيث. ومين سمعك محسوبك شوي مع ديسك أنا هيك فعلا لأنه عم يعني بيجي بفترات عمرية الدكاترة دائما كشباب بين أول كلمة حكى لي يا دكتور أنا لساتك صغير مثلا، وكتير فعليا في حالات تسجل مش بس كم ألعاب إلكترونية، أنا غير مدمن على هذا الموضوع، بس كمان حتى حياتنا اللي كتير صارت مرتبطة بالتكنولوجيا. نعم. طيب سلام، هلأ إحنا ما حدا بنكر إنه تطور الألعاب الإلكترونية
صار جدا جذاب. صار الألعاب صارت تحاكي الواقع من ناحية بصرية صوتية حركية. هذا الإشي زاد من تعلق الأطفال تحديدا وحتى الشباب بهاي الألعاب. نعم. هل ممكن الموضوع يصل إلى مرحلة الإدمان؟ نعم، إذا كان بالشكل الغير صحيح رح يوصل مرحلة الإدمان اللي إحنا أصلا ما بدنا إنه الطفل يوصلها أو حتى الكبار. هلأ هي إذا اعتمدنا هي طريقة تسويقية أكثر مثل ما حكيت، مبنية على أساليب تكنولوجية تكون جاذبة للأطفال، حتى إذا بننتبه على طريقة الألوان، الحركة اللي كتير، الأصوات اللي كتير، هي أكثر إشي بتجذب الأطفال يعني. عشان هيك هم كشركات تسويقية أولا وتجارية فبيتبعوا هاي الأساليب. هلأ مرحلة الإدمان اللي هي المرحلة اللي كتير كبيرة اللي إحنا ما بدنا نوصل لإلها، اللي هي اول مؤشرات حتى نعرف انه الطفل بلش في مرحله الخطر او في مرحله انه لا لازم ننتبه اكثر، اللي هي الجلوس اكثر من ساعتين او ثلاث ساعات متواصلات ما يكون فيها اي استراحات. كمان الطفل لما تصيبه نوبات غضب، لما مثلا تشيل عنه الجهاز بتحس انه حركاته عنيفه او صار سلوكه عدواني، في ضرب او صراخ بطريقه مبالغ فيها، هون لا انا بدي انتبه انه هو في شيء مش صح. لما بيهمل واجباته، يعني في اوقات مثلا بتلاقيه بعيد عن الرياضة، بياكل وبيشرب نفس المكان، مثلا ما بيحب يشوف الناس، هون لما ببلش في عزلة أكتر أنا هون بعرف إنه في مؤشرات هي مش صح عم بتقوده لمرحلة الإدمان. وفعليا مرحلة الإدمان تستوجب أطباء نفسيين وتستوجب أخصائيين سلوكيين يتعاملوا معه، يعني مش موضوع سهل، ومثل ما شفنا بتقوده لممارسات وعنف وأحيانا توصل حتى للقتل فعلا. طب لما حكيتي ساعتين إلى ثلاث ساعات، هل بنفهم إنه في وقت مسموح باليوم؟ نعم، يعني مسموح ساعتين مثلا؟ هو مسموح ساعة واحدة فقط، هي يومية. 40 دقيقة لساعة فقط، ويكون حتى بينهم 10 دقائق إنه يكون فيها استراحة، مثلا يروح يتمشى شوي 10 دقائق ويرجع. هلأ مش كتير هن بيلتزموا بهذا الوقت، احنا نتأمل إنه يكون يعني زيها إنه يعني يلتزموا بهذا الأوقات، بس هم بيجي دور الأسرة، بيجي دور الأهل، قديش عبوا وقت فراغ أطفالهم. هلأ نحن على مدارس إن شاء الله، وإنه بيرجعوا لمدارسهم في وقت كبير حيروح بين دراسة، بين مثلا يرجعوا إذا عندهم رياضة، الأطفال مثلا زملائهم، يعني هاي من أكتر الشغلات اللي ممكن إنها تقوي شخصيته وكعلاج. وتبعد كعلاج. لسه هلأ بدي أحكي لك، كنت بحس إحنا أساس كل مجتمع، ومش أحب بحس أكيد أساس كل مجتمع الأب والأم، فهم إلهم دور كتير كبير أو عاتق كتير كبير رح يوقع عليهم نقول، ويدير بالهم من هذا الموضوع. أنت برأيك كأسرة أو كأب وأم إيش دورهم بهذا الموضوع؟ نعم، دائما الطفل مراية أهله، إذا بيشوف أبوه وأمه أغلب الوقت على التليفون فهو رح يكون نفس الإشي، حيلاقي مبرر حاله ما هي انتو مثلا، او هي الاشياء اللي هو شايفها فبيحاول يطبقها. هلا دور الاسره، دور الام والاب كتير مهم وضروري، مش بس كقدوه صالحه، وكمان انهم يعبوا وقت فراغ اطفالهم. مثلا في وقت للرياضه، لازم يعرف ابني انه في وقت لازم يروح فيه تمرينه المفضل، يروح يلعب فيه رياضه، مثلا في وقت مخصص للاكل ليكون بعيد عن الادوات التكنولوجيا، مش كمان قاعد وعم يلعب حتى بفتره اللعب. في اوقات مثلا للاسره بتجلس فيه الاسره ككل، بتكون قاعده فيه. هون كل ما انا عبيت وقت فراغ طفلي، كل ما مارس هواياته مواهبه أكثر، كل ما كان يعني جلوس راح يقل يعني على الألعاب الإلكترونية. طيب لو بدنا نحكي للسادة المشاهدين، حدا عنده أولاده مدمن مثلا أو عنده هوس بالألعاب الإلكترونية، إيش أخطر عمر أو أكثر عمر معرض لأنه يصير عنده هذا الإدمان أو يصير عنده هذا التعلق بالألعاب الإلكترونية؟ لا، كل الأعمار معرضة للخطر. خلينا نحكي إنه نحن متفقين لعمر سنتين ممنوع الطفل يتعرض نهائيا للأجهزة الإلكترونية، وهذا الإشي مش عم نشوفه للأسف. قديش في حملات توعية وإعلامية وعمالها بتصير إنه انتبهوا، بيسبب مشكلات حتى صحية حتى نفسية، بس يعني نتأمل إنها توصل الصورة صح. هلا بعمر أكثر إشي حذر هي مرحلة المراهقة اللي بلش فيها الطفل بده يبرز شخصيته أكثر، مثل ما تفضلت إنه ممكن يجيب يصير مثلا يسرق من أهله مثلا عشان يجيب للألعاب مثلا هاي سيديات وما بعرف الأغراض اللي بيستعملوها لإلها. فهي مرحلة المراهقة كتير حساسة، من عمر خلينا نحكي فوق 10 سنوات لعمر 14-15 سنة، هي الفترة الحساسة اللي ممكن الأطفال يكونوا فيها أكثر عنفا، لأنه مش مسيطرين على مشاعرهم على عواطفهم، مش متحكمين بسلوكهم أكثر. ممكن الطفل أنا أعاقبه لما يكون بعمر مثلا أصغر من 10 سنوات، أو مثلا أوجهه بطريقة إنه يرد علي. فوق 10 سنوات بده شخصيته، بيصير بده يفرض شخصيته، بيصير يفرض رأيه، بيصير أي كلام حتى من قبل الأسرة ما يرد عليه، يعني إنه شايفه إنه هو خطأ. يعني سلام، بدي أحكي لك شغلة، إحنا على زمننا على أيامنا، وبعرف إذا بتتذكر حجلة
حبلة زقوطة وما يعني ألعاب كنا دائما فيها حركة تلاقي ودائما مجتمعين مع الأولاد الصغار. وحتى لما كنا نتخانق نقول مع الأطفال وهيك كانت تقوي من شخصيتنا وتعلمنا يعني نقول تقوي تسقل شخصية الطفل. هلأ أنت عم بتقولي إنه إحنا صرنا 2021 طبعا الألعاب الإلكترونية صارت موجودة وإشي غصب عنا خلصنا نواكبه ونواكب التطور. أوقات الأهل ممكن إنهم هم مو قصدهم، أنا مثلا من قد ما بدي أدلع حدا بحبه صغير تلاقيني بشتري له، بدي تليفون أجيب له الألعاب، بدي أروح أشتري له بطاقات من الحب، فممكن إننا نأذيهم طريقة نقول الحب. بس هذا ما بيمنع إنه برضو كمان في ألعاب إلكترونية سمعت في دراسات بتقول بتعلي من نسبة الذكاء، فشو رأيك بهذا الموضوع؟ نعم، في الدراسات الحديثة بصراحة اللي كلها عم بتصير إنه قديش الألعاب الإلكترونية بتعكس على شخصية الطفل إذا تعاملنا معها بطريقة القواعد اللي حكيناها صح. أول إشي إنها بتعمل للطفل، حكينا أول إشي إنها بتعمل عزلة، بس هي عم نلاحظ إنه أكتر الألعاب عم بتكون ضمن فريق أو عم بتكون كمجموعات، فهذا الإشي عم بزيد مهارات التواصل مثلا بينهم. كمان بتعلموا سرعة البديهة واتخاذ القرار، يعني مثلا بتلاقي الطفل عم يلعب بده ياخذ في استراتيجيات معينة أو بيشوف إشارات معينة عم ياخذ فيها عليها القرار، تفكيره بيكون منطقي أكتر من الأشياء اللي عمالهم بيحكوا إنه من الأمور الإيجابية للألعاب الإلكترونية. كمان إحنا للأطفال أكتر قديش بتنمي عندهم اللي هي المهارات البصرية الحركية، يعني بيكون عنده تآزر بين إنه الأشياء اللي عم بيشوفها وسرعة الحركة بالإيدين أو بالأدوات التحكم اللي عم يلعب فيها. نعم، في دراسات بتثبت إنه إذا كان بطريقة صح فهي سمة العصر الحاضر يعني أو المستقبل اللي راح يكون عليها، بتعلم الطفل أشياء أفضل. ولما نحكي طريقة صح، الأهل عليهم دور كبير باختيار نوع الألعاب. نعم، اللي بدنا من العقل. بس بدي أحكي شغلة جدا مهمة، موضوع الآثار والأضرار اللي تفضلت فيها. في ناس بتحكي أنا ابني مثلا ما صار معه وجع ظهر، ما صار معه أضرار بالعمود الفقري أو غيره. هون لازم ننوه، ما بعرف برأيك، إنه في آثار ولكن قد تكون على المدى البعيد، مش ضروري الأضرار اللي حكيتي فيها تكون هلأ أو بعد مثلا شهر من ممارسة الأطفال للألعاب الإلكترونية. هذا الإشي يعني لازم الناس تفرقه، ولازم كلنا نتفق إنه أي إشي هيك ينترك من دون كنترول صحيح راح يكون فيه أضرار كبيرة. أكيد صح، أكيد. طب هلأ لو بدنا نحكي كمان شغلة مهمة، اليوم أنا وصلت كأهل كأب أو أم إنه عندي أطفال عندهم إدمان، تحديداً إدمان. كيف ممكن أو شو لازم يعملوا ليتعاملوا مع أطفالهم لحاول أخلص من هذا الإدمان؟ نعم، مثل حكينا برضو إنه كل ما كان التواصل اجتماعياً أكثر مع أولاد تانيين كل ما كان أفضل. يعني أنا بحاول أدمج طفلي مع أطفال من عمره بتتناسب مع شخصيته حتى إنه يستطيع إنه يندمج بينهم ويكون بأطول فترة ممكنة إنه برفقة ناس، هذا الإشي بنسيه ممكن شوي. كمان تنمية مهاراته وقدراته بالأشياء اللي هو بيحبها، بالرياضات اللي بيميل إلها أكثر، كمان بتساعده نستعملها كحلول. في حالة نوبات الغضب الشديدة، لا هون أنا بدي أعرف في مرشد نفسي، في أخصائي نفسي، أنا ممكن مش إشي عيب ولا إشي خطأ إنه بيعلمني القواعد الصح. يعني مثلا في حركات صح بيتبعها الأخصائي النفسي، كيف تتعاملي مع موجة الغضب عند الطفل، إنه مثلا يتنفس بطريقة صح، مثلا بيستعمل كأداة ممكن يشد عليها إنه ينفس مثلا من هذا الغضب. إحنا ما بدنا الأمور تزداد سوءا، يعني مرحلة الإدمان هي مرحلة حتى بدخلوا فيها الأطباء كأدوية، إحنا ما بدنا يعني لا سمح الله لقدام إنه يكون يتعامل في مهدئات وتقوده لأشياء تانية يعني على كبر. أكيد يعني سلام، أنا كمان برأيي ما بعرف الحرمان فجأة مرة واحدة هاي أبدا مش منيح، لأنه رح تنعكس أو تكون ردة الفعل سيئة أكتر من قبل. يعني نعم، إنك تحرم إشي بحس دايما يكون إشي بالتدريجي. شو رأيك يعني لازم تدريجي؟ أنا بحس ويكون صح، يعني ويكون مش إنه بس إنه بس أنا هدفي أقلل الساعات، لا هو مسموح إلك بس هالقد، يعني بده يفهم بطريقة بحوار أو بالطريقة المناسبة بينه وبين أهل باتفاق بينهم، هو صحيا مسموح لك مثلا ساعة باليوم أو مثلا ساعتين نهاية الأسبوع حسب البرنامج اللي حاطيته الأهل، فهو بده يلتزم فيها. يعني كمان دور الأم والأب هو كتير دور أساسي، يعني هم أساس البيت اللي الطفل ده يمشي على قواعده. صحيح، وهو أساس المجتمع كمان. نعم، يعني وغير هيك هذا بحس إنه فن التعامل مع الأطفال. على فكرة مش إشي قليل إنه أنا يكون عندي أولادك، في فن لأنه في عقليات بتكون إحنا أخوان بالبيت، نقول مثلاً 10 كل واحد له شخصية. نعم، كل واحد له تفكير، هاد بحب هيك وهاد بكره هيك، فبحس لا بده فن للتعامل، تعرفي كيف تعاملي ابنك. وهاد طبعاً إحنا بعد هالكلام الجميل والمعلومات القيمة اللي أعطتينا إياها، شكراً لتواجدك معنا. شكراً لكم، أكيد استفادوا المتابعين. شكراً لكم كثير، شكراً كثير. أخصائي التربية سلام عاشور، شكراً لك، وإن شاء الله أيضاً نلتقي فيكي بموضوع
المواضيع، لأنه أنا بالنسبة لي هاي الفقرة من أكثر الفقرات المحببة إلي لأهميتها، لأنها عم بتناقش فئة عمرية جدا حساسة. شكرا لوجودك معنا لهذا اليوم. شكرا جميعا، شكرا كثير.